في إطار استراتيجيتها الرقمية الجديدة والمزيد تسهيل وتفعيل خدمتها عن بعد، تضع الوكالة العقارية للسكنة على ذمة حرفائها موقع إلكتروني بإمكانهم من خلاله القيام بجل خدماتهم، من تكوين الملف والاطلاع الحيني على ترتيبهم المؤقت في المشروع اللي قيدوا فيه إلى الخلاص وتحميل وثائق إدارية مؤمنة بالختم الإلكتروني QR code إلى غير ذلك من الخدمات الأخرى. يكفيك أنك تدخل على www.afh.net.tn تضغط على إسباس كليون للتسجيل، أدخل رقم بطاقة تعريفك الوطنية مع التأكيد، ثم رقم هاتفك الجوال، وثم تضغط على أيقونة التسجيل إنسكريغ. بعد ذلك يوصلك رمز التأكيد المتكون من 4 أرقام على هاتفك الجوال، قم بإدخاله في الخانة المناسبة ليه. بعد ذلك أدخل بريدك الإلكتروني، من ثم قم باختيار كلمة السر مع تأكيدها. أخيراً اضغط على أيقونة كريان كونت. تهانينا، لقد تم تكوين وتفعيل حسابك. اضغط على أيقونة مواصلة كونتينيوي لاستكمال تعمير استمارتك. قم بإدخال المعطيات الخاصة بملفك الشخصي بكل تأني، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة حسب حالتك المدنية. باش تنجم تستعمل الحساب متاعك، ما عليك كان تدخل رقم بطاقة تعريفك الوطنية وكلمة السر، ثم اضغط على إيكون كونيكسيون، وتوا تنجم تقوم بمختلف العمليات اللي وفرها لك الموقع متاعنا. على سبيل المثال، نجم تعمل طلب جديد وتطلع على المشاريع اللي بصدد البيع، المشاريع اللي قيد الإنجاز، أو المشاريع المستقبلية. كما تنجم تتبع الملفات الخاصة بيك عن بعد. وإذا كنت باعث عقاري، اختار فضاء الباعثين العقاريين. لمزيد المعلومات، الإدارة الفرعية للعلاقات العامة تضع على ذمتكم رقم الهاتف 71-234-033، بوست 1436 أو 1419، أو البريد الإلكتروني renseignement.citoyen@afh.net.tn. الوكالة العقارية للسكنة، إرضاؤكم غايتنا.